انشغل العالم خلال الأيام الماضية بخبر البحث عن غواصة سياحية فقدت في شمال المحيط الأطلسي إثر رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأشهر في العالم تايتانيك، فيما يغرق مئات المهاجرين أسبوعياً في أعماق البحار ما بات يعرف بقوارب الموت. من دون أن يتحرك المجتمع الدولي لنجدتهم، هذه القضية أثارت عاطفة الملكة الأردنية رانيا عقيلة الملك عبد الله الثاني، والتي نشرت صورة من وحي الحادثة عبر حسابها على إنستغرام وعلقت: مآس متشابهة واستجابة دولية متباينة، كل حياة تستحق الإنقاذ. وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ما إذا كان أحد أقارب الملكة رانيا أو أصدقائها في الغواصة التي فقدت والتي تم إعلان وفاة جميع من كان على متنها أمس بعد التأكد من نفاذ الأكسجين فيها وإيجاد حطامها في مكان قريب من موقع الباخرة. وكانت قد تضافرت الجهود التي تقوم بها فرق بحث من جنسيات متعددة في المنطقة التي يرقد فيها منذ مئة عام حطام السفينة تايتانيك على أمل العثور على الغواصة السياحية والتي على متنها 5 أشخاص من رجال الأعمال الأثرياء في العالم. وكانت قد بدأت الغواصة تيتان وهي في حجم سيارة فان صغيرة وتديرها شركة في الولايات المتحدة الغوص في أعماق البحر في الساعة 12 بتوقيت غرينتش يوم الأحد الفائت، وفي زاوية نائية من شمال الأطلسي فقدت وفقد الاتصال بها. الرحلة كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة 2 ساعة فقط إلى موقع حطام السفينة، إلا أن تيتان لم تصعد من الأعماق. من جهتها، نعت شركة أوشن جيت إكسبيديشنز المشغلة للغواصة الرجال 5 الذين كانوا على متنها ووصفتهم بأنهم مستكشفون حقيقيون، وقالت إن قلوبنا مع هذه الأرواح 5 وكل فرد من عائلتهم في هذا الوقت العصيب.